الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات كلية الشرطة ويؤكد اعتزاز مصر بشهدائها. مصر تحذر من مخططات لتصفية القضية الفلسطينية عبر إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم المحتلة. الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية تحذر من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المرافق الطبية وتجمعات المدنيين. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. تضمنت الاحتفالية قيام طلبة الأكاديمية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف، سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات، ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهم بها. هذا وقد قلد الرئيس السيسي أوائل الخريجين أنواط الامتياز تقديرا منه للمتفوقين من الطلاب خريجي كلية الشرطة ممن حرصوا على بلوغ الصدارة بكل استحقاق وجدارة. ومنح الرئيس السيسي أوائل الخريجين بكلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة أنواط الامتياز من الطبقة الثانية. الثاني وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة والتحية لأسر أبناء الخريجين من كلية الشرطة وأيضا لطلبة وطالبات الكلية المتواجدين اليوم، مقدما التحية والتقدير للشهداء وأسرهم. وأكد الرئيس السيسي في كلمة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة حرصه على وجود نسبة من أسر الشهداء بجميع حفلات الشرطة والجيش، وذلك تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لمصر. أقدم التهنئة والتحية لأسر أبنائنا الخريجين النهاردة، ومش بس الخريجين الحقيقة، وأيضا أبنائنا اللي موجودين ضمن طلبة الكلية وطالبات الكلية. ومهم أيضا إن أنا أذكر إن إحنا دايما لكل أسر شهدائنا شهداء مصر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم. وعايز أقول لكم إن إحنا كلنا في الدنيا اللي إحنا يعني ناس بتيجي وتذهب، لها ما لها وعليها ما عليها، إلا الشهيد بتفضل ذكرى عطرة لما قدموا من تضحيات من أجل وطنه. وأنا عايز أقول لكم أنا شايف الأسر موجودة هنا، وأنا حرصت على أن دايما في كل الحفلات بتاعت يعني الشرطة والجيش أن يبقى نسبة من أسر الشهداء تبقى حاضرة معانا، أولا تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لنا. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة حريصة على تخريج طلبة وطالبات من خريج الليسانس يحملون الدبلومة والماجستير، بما يعني التطوير في أداء ومستوى التأهيل العلمي والتأهيل البدني الذي يتم. لأبنائنا الخريجين بقول لهم بتمنى لكم التوفيق، بهنيكم، بدأت مهمتكم بعد تخرجكم وبعد ما تحصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب وبشكل يعني يسعدنا كلنا، زي ما انتم شفتم كده. وزي ما بقول ان احنا النهاردة بنخرج
طلبة وطالبات من خريجي الليسانس معهم الدبلوم والماجستير. وده معناه إيه؟ معناه إن إحنا بنطور في أداء ومستوى التأهيل العلمي، بالإضافة طبعاً للتأهيل البدني اللي بيتم. المهم إن أنتم هتتعاملوا مع مواطني مصر، سواء المواطنين اللي هم المواطنين العاديين أو حتى المواطنين اللي بيخرجوا عن السياق. مهم جداً جداً إن إحنا نلتزم وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير اللي أنتم تعلمتوها هنا في الكلية. أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن مصر اجتازت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات الماضية المحاولات التي استهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي. وقال وزير الداخلية في كلماته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة أن الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان عبر مشاريع تنموية تؤسس لجمهورية جديدة تحمي مكتسبات الدولة المصرية. ويأتي احتفالنا اليوم مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر اكتوبر المجيد الذي انحنى له العالم إجبارا وإجلالا. وفي هذه المناسبة يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم بصادق التهنئة لقواتنا المسلحة عارين الأبطال وماد التضحيات، داعين المولى التوفيق والسداد لمسيرة العسكرية المصرية ومواصلة التلاحم بين جناحي الأمن بالأمة في ميادين الفداء والبناء. السيد الرئيس، في ظل عالم يموج بالصراعات ويشهد أزمات متصاعدة ألقت بظلالها السلبية على أمن واستقرار الدول وأفرزت ضغوطا على اقتصادياتها ونشطت خلالها المخططات الهدامة، اجتازت مصر بقيادتكم خلال 9 سنوات الماضية المحاولات التي استهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي. وانحاز الشعب المصري العظيم لخارطة رسمتم بها الطريق نحو التنمية والرخاء، حتى تمكنتم بعون من الله العبور بمصر لبر الأمان والازدهار. قال رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم إن حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة يأتي في خضم مكتسبات وإنجازات حققتها الأكاديمية، وذلك من خلال استراتيجية أمنية معاصرة وضعتها وزارة الداخلية بحرص وعناية، وإنجازات حققها السعي الدؤوب لمواكبة التقدم العلمي والتدريبي لتخريج ضباط على أعلى درجة من التميز لحماية الوطن ومقدساته. ينضم إلينا الكاتب الصحفي شريف عارف. أستاذ شريف، بعد التحية، تحديث المناهج في كلية الشرطة بما يواكب أفضل المعايير والتأكيد أيضا على أهمية دراسة حقوق الإنسان لكونها جزءا أصيلا من التعامل مع المواطن وتحسين الخدمة المقدمة إليه، كيف تقيم ما رأيته اليوم من تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة؟ مساء الخير على حضرتك يا أستاذ محمد وعلى كل مشاهديك. طبعا نحن أمام أمر مختلف تماما. التحديات التي تسود العالم والعالم وما يموج به من صراعات ووجود مخططات هدامة وغيرها
وفكرة تفكيك وحدة النسيج المجتمعي، كل ذلك يدعو إلى أن تكون المناهج التي يتم تدريسها في أكاديمية الشرطة مناهج مختلفة. أنا أعتقد أن العملية ليست في مسألة التدريب والتسليح فقط بالنسبة للشرطة المدنية، ولكن لابد أن يكون رجل الشرطة مستعدا للتحديات التي تواجه الوطن، وبالتالي لابد من إعداده إعدادا فكريا وبدنيا بما يتناسب مع حجم هذه التحديات. وأنا في رأيي أن تدريس حقوق الإنسان بهذا الشكل وبهذا الحجم في المناهج الدراسية هو نقلة كبيرة، وهو يعطي إشارة لاهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان. ولو أننا نظرنا إلى كلام السيد الرئيس وحديثه إلى أبنائه الطلاب اليوم أو أبنائه الخريجين، سنجد أن القائد الذي يحدد لهم كيف يتعاملون مع المواطن البسيط وكيف يتعامل أيضا مع المتهم، لأن القاعدة الأساسية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي لابد من مراعاة فكرة حقوق الإنسان بالكامل إلى أن يثبت الاتهام على المتهم. صحيح. بعدها القانون هو الفيصل في جميع الأحوال، من أول المشوار إلى أخير القانون هو الفيصل طبعا. أنا أتمنى أن الشرطة المدنية تتخذ منحة التفاقا أكبر بالجماهير، وأنا أعتقد أن ده نجح بشكل كبير، ولكن كلما وضح دور الشرطة المدنية في الحياة اليومية للمصريين. صحيح. هي في هذه النقطة تحديدا سيد شريف، في هذه النقطة تحديدا يعني جهود وزارة الداخلية هي أكبر مؤسسة متفقة بالعمل الجماهيري. صحيح. بالنسبة للعمل الجماهيري، عفوا المقاطعة سيد شريف، يعني لا تقتصر جهود وزارة الداخلية فقط على الجانب الأمني، ولكن تشمل أيضا الجانب المجتمعي، وذلك يعني يبدو واضحا في المبادرات التي تشارك فيها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وللتلاحم بشكل مباشر مع هموم الشارع المصري. هذه حقيقة، يعني هناك تدخل كبير في مسألة العملية الاقتصادية. صحيح. وهو ما يعني المواطن بالدرجة الأولى، وربما يظهر ذلك من خلال سلسلة أمان. صحيح. الغذائية المنتشرة في كل مكان، تواجد الشرطة مع أبناء الشهداء، الاهتمام بهم، الاهتمام بالرعاية الخاصة لعدد من ذوي الهمم وغيرها من المبادرات. أعتقد أن هذه المبادرات الاجتماعية سوف يكون لها التأثير، لأن فكرة التعامل الأمني الآن اختلفت تماما. نحن أمام جرائم إلكترونية وجرائم اقتصادية، حتى فكرة الجريمة نفسها اختلفت، لم تعد الجريمة الجنائية المباشرة، ولكنها اتخذت ألوانا وأشكالا جديدة. صحيح. في وسط عالم يموج بالصراعات وأيضا أفكار هدامة، مواجهات إرهابية، كل ذلك هي زوايا جديدة في التعامل. صحيح. الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أن يلّه الشهادة. مفيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهر هيا شايفه معها ورد مسجدها. أكدت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها. وأشارت المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية إلى أن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم.
وحذرت المصادر من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له عبر تزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا. سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له، ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة. واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. بين الحين والآخر تخرج تصريحات مجهولة عن مزاعم لتوطين الأشقاء الفلسطينيين في سيناء، غير أن تلك المزاعم تنفيها ثوابت السياسة الخارجية المصرية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في دولة مستقلة. كما تنفي تلك المزاعم كذلك الخطوات والإجراءات التي تتخذها مصر منذ عام 2014 لتعمير وتنمية سيناء. مع تصاعد الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، تطرح احتمالات وفرضيات غريبة بأن ينزح آلاف الفلسطينيين من غزة إلى الحدود المصرية إذا استمر الصراع. ولكن عملية نزوح الفلسطينيين إلى الحدود المصرية وإمكانية تجاوزها إلى داخل سيناء تحمل عددا من المخاطر والتداعيات التي لا يمكن أن تقبل بها مصر. أصدر الجيش الإسرائيلي تعديلا لتصريح وجه فيه أحد المتحدثين العسكريين نصيحة للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر. وقال الجيش في بيان التعديل إن المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حاليا. كان كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين قد قال لصحفيين أجانب إنه يعلم أن معبر رفح والذي يقع على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا، ونصح أي شخص يمكنه الخروج القيام بذلك. الصواريخ يا شباب، شباب انت لي يا حبيبي كيف تجيش يا محمد؟ كيف تجيش؟ هو مش شفت انا كيف تجيش؟ اخوي كيف تجيش يا محمد؟ والله بجوالي بجيبها يا رب.
ومشاهدينا، المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي. سيد مدحت الشريف، تصريحات متضاربة ملحوظة من جانب المتحدث العسكري الإسرائيلي لا تمت للواقع بصلة، كيف ترى أبعاد وخطورة الترويج لفرضيات توطين الفلسطينيين في سيناء على الأمن القومي للمنطقة بأكملها، والأهم على القضية الفلسطينية؟ الحقيقة خلال اليومين اللي فاتوا في هناك الكثير من التصريحات التي نجدها متضاربة ما بين العديد من المسؤولين سواء في جيش الدفاع الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية، جميعا تحتاج إلى نوع من التنسيق، لأن هذه التصريحات ستجعل الرأي العام الإسرائيلي والعالم العربي والدولي يستشعر بأن هناك يعني تخبط في إدارة الأزمة في إسرائيل. عندما أشير إلى أن قطاع غزة مستهدف وأن المواطن الفلسطيني الذي يعيش الذي يريد أن يكون آمن على نفسه، نعم، ده طبعا بالتأكيد تصريح لا يتفق مع قواعد القانون الدولي، ويعيد مرة أخرى أطروحات سمعناها في عهود أخرى سابقة لإخلاء قطاع غزة ومن المواطنين الفلسطينيين ومن أراضيهم بيوتهم، وأن يرجعوا إلى سيناء ويعيشوا في سيناء. التصريح بيعيد مرة أخرى فكر تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها، وأن أراضيهم أن أراضي الفلسطينيين محتلة بالفعل، وأن عملية التهجير وما نطلق عليه عملية الترانسفير اللي كان يعني في عصور سابقة بتطلق ويتم الترديد فيها بتعيدها مرة أخرى للأذهان، وده طبعا أمر مرفوض دولي وإقليمي وعربي وعلى الشأن المصري تحديدا، وهذا تعدي على السيادة المصرية بالتأكيد. يعني احنا أعتقد أن إسرائيل جانبها الصواب بهذه التصريحات. وعندما نتحدث عن معبر رفح وأنه مفتوح ثم مغلق، هذا الأمر ليس له علاقة بالمرة بعملية التهجير. معبر رفح كان مفتوحا فعلا وكان بيسهل عملية الانتقالات بواسطة إسرائيلي، وبالتالي أصبح مغلقا الآن نتيجة هذا القصف الإجراء الذي تحدث عنه الأخ المتحدث الإسرائيلي، أعتقد غير مقبول المرة، وأعتقد أنه رجع إسرائيل مرة أخرى ورجع بشكل غير دقيق أيضا، تصريحات دقيقة توضح الواقع. وهناك أيضا نقطة مهمة جدا، عندما أقوم بقصف مجتمعات سكانية يجب أن أوفر مناطق آمنة وممرات إنسانية للتحرك المواطنين من بعد عن مناطق القصف. يعني امان المواطن الفلسطيني الان مسؤوليه الجيش الدفاع الاسرائيلي، وغير مقبول ان انا افرغ مربعات سكانيه كامله واقوم بمحوها عن وجه الارض تماما لمجرد ان هناك شبهه بوجود اشخاص داخل هذه المجمعات ينتمون لحركه حماس. صحيح، هذا شيء مرفوض. سيد مدحت الشريف، نريد أن نركز أيضا على موقف مصر الواضح مع يعني الترويج لهذه الفكرة. مصر يعني على مدار تاريخها موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، لا تنازل فيه عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. تتجزأ ولا يمكن قضية الشعب الفلسطيني أن يتم طيب بعتذر سيد مدحت الشريف، نظرا لسوء الصوت من المصدر أشكرك شكرا جزيلا. وصلت فكرتك السيد مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا قصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 788 شهيدا، من بينهم 140 طفلا و105 نساء. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت أيضا حوالي 4100 مصاب منذ بداية العدوان الإسرائيلي. كما أكدت الوزارة أن إسرائيل تتعمد قصف المستشفيات والإسعاف، مناشدة المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي. you
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 29 فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الاعتقالات تمت في بلدة سعير شمال محافظة الخليل جنوب الضفة وفي جنين. ومن جانبه أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية أن أكثر من 800 إسرائيلي قتلوا. وأوضح المكتب أن هناك نحو 2600 إصابة بينهم حالات خطرة. وقال المكتب الإعلامي إن عدد الرهائن بقطاع غزة بلغ 150 إسرائيليا. في غضون ذلك نشر جيش الاحتلال أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا في اليوم الأخير من الاشتباكات. وجاء ضمن تلك الأسماء ضابط برتب عالية وضباط برتب عالية وجنود من الاحتياط. وبذلك يكون جيش الاحتلال قد أعلن عن هوية 114 من جنوده وضباطه قتلوا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى السبت الماضي. هذا وأفاد بيان لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جميع الشركاء في الائتلاف الحاكم وافقوا على توسيع الحكومة لتشمل سياسيين هم حاليا في صفوف المعارضة. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تعبئة 360 ألفا من جنود الاحتياط. في السياق نفسه قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه أرسل طائرات إلى أوروبا لإعادة مئات الإسرائيليين من هناك ليؤدوا الخدمة العسكرية كجنود احتياط خلال الحرب الدائرة في غزة منذ مطلع الأسبوع. وكتب سلاح الجو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن طائراته قد شاركت في الجسر الجوي الطارئ، ولم يوضح من أي مكان في أوروبا جاء جنود الاحتياط. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء أعداد الضحايا في قطاع غزة. ودعا غوتيريش إسرائيل إلى احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات. I'm deeply alarmed by reports of over 500 Palestinians. أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 500 فلسطيني بما فيهم النساء والأطفال في غزة وإصابة أكثر من 3000 آخرين. ولسوء الحظ فإن هذه الأرقام آخذة في الارتفاع كل دقيقة. إنني أذكر إسرائيل بضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، ويجب عدم استهداف البنية التحتية المدنية أبدا. نحن لدينا بالفعل تقارير تفيد بأن الصواريخ الإسرائيلية ضربت مرافقا صحيا داخل غزة، بالإضافة إلى أبراج سكنية متعددة الطوابق ومسجد، كما تم قصف مدرستين تابعتين للأونروا تأويان عائلات نازحة في غزة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأبدى غوتيريش حزنه الشديد تجاه إعلان إسرائيل على أنها ستبدأ حصارا كاملا على قطاع غزة. أشعر بقلق عميق إزاء إعلان إسرائيل تنفيذ حصار كامل على قطاع غزة، ولن يسمح بدخول أي شيء إليه، لا كهرباء ولا طعام ولا وقود. كان الوضع الإنساني في غزة مأساويا للغاية فيما سبق، والآن سوف تتدهور الأوضاع بشكل كبير. هناك حاجة ماسة إلى المعدات الطبية والغذاء والوقود وغيرها من الإمدادات الإنسانية، إلى جانب إمكانية وصول العاملين في المجال الإنساني. ويجب تسهيل عمليات الإغاثة ودخول الإمدادات الأساسية إلى غزة، وستواصل الأمم المتحدة جهودها لتقديم المساعدات للاستجابة لهذه الاحتياجات. أكدت منظمة الصحة العالمية شن 13 عملية هجوم على المرافق الصحية في غزة من قبل إسرائيل منذ بدء التصعيد، كما أعلنت المنظمة عن نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة داخل القطاع. يأتي ذلك فيما أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة مخاوفها مما قالت إنها إجراءات مثيرة للقلق تتعلق بقطع المياه والوقود عن غزة. وقالت المنظمة إن الإجراءات الإسرائيلية ستقود لمستوى جديد من المعاناة.
كما توقع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية حدوث نقص حاد في مياه الشرب في غزة بسبب قطع السلطات الإسرائيلية المياه عنها. وأعلنت أيضا المنظمة عن تضرر 4 مدارس وثمانية مرافق للرعاية الصحية في غزة منذ السبت. هذا وقد أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة بغطاء من أطراف دولية. وأدانت الوزارة قرار سلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال. وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان فورا ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إن أكثر من 187 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة لها. من جانبها أعلنت المتحدثة باسم الأونروا أن الوكالة ليست مهيئة لاستقبال أكثر من 150 ألف شخص، فيما تستمر حركة النزوح على نطاق واسع مع احتدام القصف الإسرائيلي. وأوضحت أن 500,000 شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء والبالغ عددها 14، معلنة أن 1 موظفي الوكالة وثلاثة من تلاميذها قضوا في ظل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. كارثة إنسانية مروعة يعيشها قطاع غزة بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع منذ السبت الماضي. القصف الإسرائيلي طال البنايات السكنية والمستشفيات والمقار الحكومية والمدارس وحتى المساجد ودور العبادة في كل أنحاء غزة، وضع ربما يكون الأصعب الذي يتعرض له قطاع غزة منذ بدء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يترافق القصف مع قرار لسلطات الاحتلال بمنع الكهرباء والوقود والغذاء وغيرها من مقومات الحياة عن سكان القطاع. حالة تنذر بخروج المؤسسات الطبية والمستشفيات في غزة عن الخدمة نتيجة العدوان والضغط الشديد على المرافق الصحية بسبب الأعداد الكبيرة من الشهداء والمصابين. نعتقد أنه من الضروري إرسال فريق جراحي ومتطوعين إلى غزة، لذلك سننسق بسرعة مع وزارة الخارجية لتسهيل إرسال فريق طبي وفريق جراحي إلى القطاع. نحن لا نرسل مساعدات إنسانية فحسب، بل نستعد أيضاً لبناء عيادة متخصصة في المستشفى الأندونيسي بالقطاع. العديد من المناطق بغزة تعرضت للقصف، ومن أبرزها حي الرمال الذي تم استهدافه ب200 غارة، وأيضاً مخيم الشاطئ الخاصرة الغربية للقطاع والنصيرات بوسط غزة، ومخيم جبليا والعطاطرة شمالي القطاع وخان يونس بجنوب غزة، لتتجاوز حصيلة الشهداء عتبة 700 شهيد والآلاف من المصابين. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كشفت عن تصاعد النزوح الجماعي في مختلف أرجاء قطاع غزة خلال الساعات الماضية، ليصل لأكثر من 187 ألف شخص. ومن المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية. وطالبت الأونروا بحماية المدنيين في جميع الأوقات والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة للهجوم الإسرائيلي. هذا وقد استشهد صحفيان فلسطينيان ومصور تلفزيوني جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وتتعمد قوات الاحتلال منذ بداية عدوانها على القطاع استهداف الصحفيين، الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد منهم، وذلك من أجل طمس حقيقة جرائمها. الوضع
يعقد البرلمان العربي اجتماعا للجنة فلسطين بعد غد الخميس بمقره بالقاهرة لبحث تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر البرلمان العربي أنه سبق وأن حذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن انفجار الأوضاع بالشكل الحالي في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب. قال البنك المركزي الفرنسي إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط جراء التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. أضاف المركزي الفرنسي أن العدوان الإسرائيلي سيفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. التداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية تتواصل مع استمرار التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. في الأسواق المالية العالمية تراجع الإقبال على المخاطرة مع عزز الطلب على الين الياباني الذي يعد تقليديا من الملاذات الآمنة، بينما انخفض اليورو والجنيه الاسترليني. كما واصلت أسعار الذهب ارتفاعها عالميا غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق الدولي، حيث أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي على الدولار وعوائد السندات. من جانبه شدد البنك المركزي الأوروبي على أنه يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن تطورات أسعار النفط بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مضيفا أن هذه الأسعار لا تمثل سوى 10% من التضخم الإجمالي الذي لا يزال يتناقص بشكل واضح ككل. محللون من بنك ANZ أكدوا على أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط تدعم أسعار النفط، متوقعا المزيد من التقلبات. وعلى الصعيد المحلي هوى الشيكل الإسرائيلي أكثر من 3% إلى أدنى مستوى في نحو 8 سنوات، ليقترب من 4 شيكل للدولار، قبل أن يقلص بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار العملة المحلية. في الوقت نفسه علقت شركات طيران دولية كبرى رحلاتها من تل أبيب وإليها أو قلصتها، في حين حظرت روسيا الرحلات الجوية الليلية إلى إسرائيل. كانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد علقت الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار البحري قبالة ساحلها الجنوبي، وستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها. حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط تلقي بظلالها القاتمة على الآفاق الاقتصادية العالمية في ظل تسارع معدلات التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالقضاء على التهاب الكبد الوبائي فيروس سي كان أحد العوامل وراء نجاح جهود القضاء على الفيروس. وقال رئيس الوزراء خلال كلمة له في احتفالية تتويج مصر كأول بلد يبلغ المستوى الذهبي في مسار مكافحة فيروس سي، قال إن خبرات العقول المصرية التي ساهمت في التغلب على هذا الوباء الفتاك تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة دول العالم في استنساخ تلك التجربة غير المسبوقة، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على هذا الإنجاز وضمان استدامته بكافة السبل والبناء عليه لضمان تحسين المؤشرات الصحية للمصريين. أن أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تبنى هذه المبادرة ودعمها وتابع تنفيذها حتى كتب لها النجاح وأصبحت حديث العالم أجمع وبفضل
من جانبه قال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية إن مصر استطاعت القضاء على فيروس سي بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الصحية بمصر. وبسبب كل هذه المجهودات مصر بالفعل قامت بمكافحة هذا المرض ب97% في 8 سنوات، وهذا يعني أنها قد وصلت إلى الهدف المرجو. ولنتذكر في أغسطس 2019 زرت مصر وأنا رأيت بعيني شغف فخامة الرئيس والالتزام على جميع المستويات. استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى جندي لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وأوضحت وزيرة الهجرة أنه يوجد تعاون وتنسيق مستمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأمة. وخلال اللقاء وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت. هذا وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات عملها في استقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لليوم السادس على التوالي. وتستقبل الهيئة المرشحين أو وكلاءهم يوميا حتى في الإجازات الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء حتى 14 من أكتوبر الجاري. وللمزيد من التفاصيل نتابع مراسلنا أحمد الحسيني من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواء مباشرة. أحمد، وفينا بالتفاصيل حتى الساعة. نعم إيمان ومحمد، تحية لكم. بالفعل أحييكم من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. تبقى نحو ساعة أو أكثر قليلا على انتهاء اليوم السادس من استقبال الهيئة لأوراق الترشح من قبل السادة مرشحي رئاسة الجمهورية. حتى هذه اللحظة لم يترشح أو لم يتقدم أحد إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا اليوم السادس، وبالتالي نحن نتحدث عن 3 مرشحين فقط هم الذين تقدموا للهيئة الوطنية للانتخابات. كان آخرهم يوم أمس رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، وقبله كان الدكتور فريد زهران، وقبله أيضا كان المرشح الرئيسي أو مرشح رئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. من المقرر أن تظل الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق الترشح حتى 14 من أكتوبر الجاري. كانت قد فتحت أبوابها لتلقي الترشح من يوم 5 من أكتوبر، ومن المقرر يوم 16 من أكتوبر أن تعلن عن القائمة المبدئية للمرشحين، لتعلن يوم يوم 9 من نوفمبر عن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية الذين سيخوضون
منافسات وغمار انتخابات رئاسة الجمهورية 2024. أشير أيضا إيمان في هذه النقطة إلى أنه ينبغي حتى يتم قبول أوراق الترشح أن يكون هناك نحو أو ما يزيد عن 20 من تزكيات من السادة أعضاء مجلس النواب أو نحو 25 ألف توكيل شعبي من المواطنين من 15 محافظة. نتابع معكم على مدار الساعة وكل يوم حتى 14 من أكتوبر طلبات الترشح التي يتم التقدم بها من السادة المرشحين المحتملين أو وكلائهم حتى يوم 14 من أكتوبر من هنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. إليكم زملائي في الاستوديو. أشكرك جزيلا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات أحمد الحسيني. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بالقاهرة وفدا من تحالفات الأحزاب المصرية. كان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الحملة المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني له. وخلال اللقاء توجه المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي بالتقدير لدور تحالف الأحزاب في المشاركة الواعية في دعم المرشح الرئاسي، مثمنا دور تحالف الأحزاب كونهم من أوائل الداعمين لترشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة لكل المصريين وتفتح أبوابها لكل مؤيد، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات. ومن جانبه أكد وفد تحالف الأحزاب المصري أنهم يحرصون على تثقيف المواطنين من خلال الندوات والمؤتمرات في كافة المحافظات والقرى لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية، فضلا عن حثهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال حملة أطلقوها تحت عنوان حملة وعي بما يحقق الصالح العام للدولة. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من حزب مصر أكتوبر. بدأ اللقاء بترحيب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني بوفد حزب مصر أكتوبر، مشيدا بمواقف الحزب المؤيدة والداعمة للمرشح وبالتفاعل الجاد مع إنجازات الدولة المصرية والنشاط الفعال للحزب. هذا وكشفت رئيس حزب مصر أكتوبر جيهان مديح عن أسباب ودوافع الحزب لدعم وتأييد المرشح الرئاسي ومواقفه، خاصة فئة الشباب وذوي الهمم والمرأة، مع اعتبار هذا العصر هو العصر الذهبي للمرأة المصرية. وكذلك استعرض وفد الحزب عددا من المقترحات والرؤى لدعم وتأييد المرشح الرئاسي خلال الانتخابات المقبلة. كما استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من حزب المصريين الأحرار. وأثناء اللقاء استعرض حزب المصريين الأحرار عددا من مقترحاته وأفكاره الذي سيعمل عليها من خلال الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها الحزب في جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مستفيدين من قاعدتهم العريضة المؤيدة للحزب في محافظات الجمهورية. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المركز 23 من بين 78 دولة في مؤشر خدمات التعهيد، مسجلة 5.3 نقطة عام 2023، وجاءت في المركز الثاني عربيا. جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية الدولية والمؤشرات العالمية التي تهم الشأن المصري أو تتعلق به. سلط المركز الضوء على تحليل موقف مصر في مؤشر خدمات التعهيد الصادر عن مؤسسة كيرني العالمية للاستشارات الإدارية لعام 2023. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي كوسكو برئاسة فانغ بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس
تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحرية بتبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة. من جانبه أكد فانغ بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية أن قناة السويس تعد أحد الشرايين الهامة لحركة التجارة العالمية، معربا عن امتنانه الشديد للمستوى المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس. تواصل الدولة أعمال مشروع تنفيذ وتطوير الطريق الدائري في مرحلته الثانية، والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وهو ما تطلعنا عليه بمزيد من التفاصيل جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية، في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطرق وتخفيف واستيعاب الأحجام المرورية الكبيرة المتدفقة على مختلف الطرق في نطاق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات المصرية، نتابع معكم أعمال التطوير التي تتم في طريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى جانب تنفيذ أعمال مرورية بهدف ربط الطريق الدائري بالطرق الرئيسية، وذلك بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى واستمرار العمل بالمرحلة الثانية. إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن هذا المشروع الكبير والذي يشمل أعمال تنفيذ وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، فالمرحلة الأولى والتي انتهت بالفعل شملت أعمال توسعة للطريق الدائري من المريوطية حتى طريق الإسكندرية الزراعية، وذلك بطول 76 كيلو متر تصبح الطرق 7 حارات في كل اتجاه، منها 6 حارات مخصصة للسيارات الملاكي وحارة مخصصة لمحطات الأتوبيس الترددية، وذلك باستثناء الطريق عند كوبري المنيب يصل ل8 حارات في كل اتجاه. أما المرحلة الثانية والتي نتواجد بها الآن، بالفعل تم الانتهاء من تنفيذ بعض الأعمال بها والعمل المستمر في عدد من المناطق الأخرى، فهي تبدأ من تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوية. إلى جانب هذا العمل، بيتم العمل أيضا على تنفيذ عدد من المحاور المرورية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، إلى جانب العمل على تنفيذ الطريق الخدمي السطحي، وذلك بعرض بيصل لـ10 أمتار حول الطريق الدائري من الداخل والخارج. أيضا بيتم العمل على تنفيذ منظومة النقل الذكي ومحطات الأتوبيس الترددية، والذي يتم تنفيذه في إطار سياسة الدولة للتوسيع والتوسع في تنفيذ شبكة النقل الأخضر الصديق للبيئة، وذلك بعدد يصل ل50 محطة بطول الطريق الدائري. العمل مستمر ولا يتوقف للانتهاء، وسرعة تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تنفيذ وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لما يمثل هذا المشروع الضخم من نقلة في مجال الطرق والنقل أيضا في أنحاء القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات المصرية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية. تضم القافلة أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. ختام نشرة الثالثة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات كليات الشرطة ويؤكد اعتزاز مصر بشهدائها. مصر تحذر من مخططات لتصفية القضية الفلسطينية عبر إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم المحتلة. الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية تحذر من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المرافق الطبية وتجمعات المدنيين.
ختام النشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.